هي الطاقم الفني هو اللي يعرف كيفاش يمشي الامور هذه. وقلت لك انا احترمه كاع الفرق، وحنا اللي طحنا معاه مرحبا، وكاع فرق. انا طبعا شاهدوا هنا الصور بالنسبه لي نصر انا حسين داي. بالنسبه لي انا كاع فرق كبار، وان شاء الله ماذا ما قاعد ننساش نصر يتمناو حسين كما داي. نتمناو حنايا. نصر حسين داي سي محفوظ فازوا على حامل لقب مولوديه بجايه كما شاهدوا هنا في الصور، على حامل اللقب. هذا يعني ان فيه مؤشرات تقول ان نصر حسين داي يقترب اكثر من النهائي. صح، هذا حلم يعني، هو حلم مسموح يعني، للكل يعني، حلم الفريق وحلم الطاقم الفني والاداره، حتى يعني للجمهور الأنصار. تاعنا نصر حسين داي قاع